une seule adresse, Barguewiridu, quand l'art et le savoir-faire se rencontrent. Barguewiridu, Darek, Alekifk. Lahnaya, Zitna Fitkirku. Bona. Forever Cuisine. Qualité, prix, design, garantie, tendance. Wili fiena, tejmana. للي صونها يقدر كارها ويعرف حكارها. 60 سنة طماطم نافع بيدا معمرة دارها، تتعبى في الكميون وتتهز في نارها، لا تبقى الند ولا السرد، والدوني منها يترد. في عبيدة يتلموا بيها اللي يفهموها، وكعبة كعبة يختاروها، يدللوها تعطيهم أحسن ما فيها، يعقموا حكيكاتهم ويطيبوها، ويعطيونا أعز طماطم معجونة طبيعية بنينة وفرشكة. تعودنا بيك يا عبيدة. ناتيلي بتبيع خير. Olivio, we deliver differently. Join our team. جبن حر في كل بر. جبن في حكة. عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شيف المشاهير. هولي نلقاو الدبارة من الملح حتى الحلو، هكاك ما تحيروش. يظل توا استانستوا بينا واستانستنا بكم، مازلت جميعا من زمان على العيد ورمضان، يا من عاش ويا من حي. يحضر معايا اليوم شيف أحمد بريكي. شنو أحوالك شيف؟ عسلامة غادة، سافا لاباس. احنا اليوم البلاتو نتاعنا منور على خاطر سفيان صفطة. شنو أحوالك سفيان؟ عايشك بارك الله فيك، شهر رمضانكم مبروك. مدام حال هيك تشوف الايامات قاعده تجري، برك الله رمضان تعدى خفيف سنة، وزيد بالليميسيون تاع شيف المشاهير زادت خفت على انا توا زيد باش تخف علينا زيد اكثر. الحلقه نتاعنا باش تبدا تغني لنا وتصنف. ايش قول شو عندنا اليوم في المنيو؟ اليوم عندنا في المنيو اول حاجه كويس باني في تشيبس دادي تشيبس في الـ وفي السويت عندنا مكرونه صوص بلانش. اي وريني اي خلينا نبداو الديسير. قبل ما نقول الديسير بربي خاطر جاني تليفون. جاك تليفون؟ ايه من عند المسيو. قال لي راهي المدام مغلبه عليه. انا مسيو وانا مدام يا ولدي. قال لي راهي مغلبه عليه. تعرف شو تعيش شكوني هذي؟ انت انا راجلي كلمك وصاك عليا. قال لي راهي ما تعرفش الطيب، دونك بربي قلت لي بها وكنت تعمل مزيه. انا حبت وهو يتفرج فينا اجا انت طيب. شنو هذه من جبتها المعلومه في بالي بشي خويا طن طيب وتنوريكم حاجه. قاعد يلعب خذ بلاستيك. هو راجل عنده تليفون خذ بلاستي وانا تو باش ناخذ بلاستيك. خذ لنا اكل على البلاصه وكا هاو ولا حكايه. عسلامه مرحبا بك. هاي شحال لك الغاز؟ قول لي شنو باش نعملوا؟ هذا تعرف تحل الشيبس هكا هاو. نعرف ناكل الشيبس عايشك. بيان سور عندنا شيبس من عند دادي شيبس. نحب نقول لكم راهو الشيبس نتاعنا بالبطاطا الحيه. شنو معناها؟ حطوه لهنا. اي تعرف شنو باش نعملوا به الشيبس هذاك توا؟ باش نعملوا به الكريسبي. تعلمت عاد انت خذيت الدرس نتاعك. قاعد نقرا انا توا نعمل ديكور خويا، نحضر في روحي. حل الريستورون نتاعي. هذا هوني كيما قاعدين تشوفوا عندنا كويس دو بولي طايبه حاضره، معناها انت طيبها وتفوحها ومن بعد تقليها. طيبتها فوحتها مليح، تو باش نقليها. يعني حطيت الزيت باش يسخن زيت الحناية. اي هوني شايف اختار لنا الدادي شيبس بمطعم التروف والبارميزان. اش قولك؟ نحبوا الجو. عجبنينا ياسر والريحه ما شاء الله. بيه اي جا شايفك هاو بطلت من هالموضوع ذي، رجعني لبلاصتي خلينا نخدم على روحي يا اخوي. كل واحد يخدم على روحي يشد بلاصته. توا سفيان خذينا العظم، حطيت فيها شويه ملح وفلفل اكحل باش نخلطوها مليح باش نعملوا الكويس نتاعنا. تفضل. خليني نذكر الساده المشاهدين اللي قاعدين يتفرجوا فينا توا، اليوم الشيف اختار لنا كويس دو بولي باش يعمل لها الشابلور اللي هي اللي شيبس نتاعنا من عند دادي شيبس. وسفيان قاعد يحضر لنا في العظم هكاك تشد لي شيبس كيكا شيف ولا؟ وي هاني حافظه درسيه. دونك توا عندنا العظم حاضره وعندنا الفرينه وعندنا الشيبس نتاعنا اللي هو عملناه
كريسبي على الاخر رديناه مهروش على الاخر. الدجاج نتاعنا حاضر، باش ناخذوا الدجاج اول حاجه نغطسوه في الفرينه. واضح. من بعد نحطوا في العظم. تعرف غدا طيبنا الدجاج، خاطر باش كي نقليوه ما يقعدش ني من داخل. تعرف انا توا هذيا تعلمت منك حاجه، لينا في مخي باش نحطوا ني الدجاج، ما جاش البيلي اللي هو لازمك تطيبه شويه. صحيح هو الزيت نتاعنا يتحمل السخانه ويطيب الحاجه للداخل على الاخر، ما يكون ميم كي تبدا هكا الحاجه ليبيسور نتاعها طالعه شويه، ما فيها باس انك تطيبه من الاول، تعمل له دومي كويسون، حتى دومي كويسون مش بالضروره كويسون كامله. سامحني طيبه على الزيت معناتها. لا طيبوا فيها، تصمتوا في شويه ماء، كركم في الفلاح، الملح، تفوحوا بشويه زعتر كلير، دونك هكا نتاعنا التكست حاله شهي. هكا سابعوا الزيت نتاعنا سخن ونحطوا الكويسه نتاعنا تتقلي على روحها، وهكاك يجينا كويس كريسبي يقرمش وبنين ياسر ورابيد غابيد ما شاء الله. قبل ما نتعداو للسويت، جوست الكويسه نتاعنا باش ناخذوا له صوص بنان بعد تغطس في الصوص. بن على بنه تتلهي بيه سفيانه. اي بيان كيما تعرفوا لي صوص بونار ما فيهمش كان المايونيز، فيهم اكثر من 30 جو. بونار هي اول ماركه تونسيه سبيسياليزي في لي صوص، عندها مايونيز بنينه برشا، مش كان مايونيز، عندها اكثر من 30 برودوي ياسر بنين. بونار اون مارك انوفونت وديما دلالنا باللي نوفو جو نتاعها. وبخلاف الدليل اللي تودنا به، بونار هي البارتنير نتاع لي شيف كويزين في تونس. نحاول نحفظ برشا حاجات. اي تعاون المدام في الدار ولا ايه؟ لا بصراحه علاش الكذب على ربي حرام. في حد شيء؟ هكا نفوح سلطه والا حاجات اباز دو صوص بلونش هكا حاجات شنو نعرف نعمل هكا. هاني قاعد نعمل في الستاج نتاعي في شيف المشاريع. هاني قاعدين راي المراه تدعي علينا بالخير. والله لا 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 غادة الكويس نتاعنا حضر. شو تحب؟ اش رايك هو يسمعني نسمع فنان والدنيا والدنيا الدنيا قالبها في البرة. حب نسمعه وهو يغني لي في الكوجينة نتاعي. انت تخيل حاجة، تخيل واحد فنان وقت اللي يدخل الكوجينة ما عادش يولي فنان. لا لا يولي فنان دوبل. يولي فنان مع انتوما فنانين بصراحة. يولي شيف. باهي كيما قاعدين نشوفوا توا الكويس نتاعنا حاضرة، خلينا نتعداو للبلا برانسيبال. شنو نستحقوا شيف؟ البلا برانسيبال نستحقوا بولي. ديجا حطيت البولا نتاعي تسخن، باش نحط لها شوية زيت. تعرف غدا لوطون اللي باش نحضر انا الصوص نتاعي خدم لي الغاز باش نحط الماء يسخن المقارونه. باهي عرفت حكي وحريري هالشيف ما شاء الله. كل شيء باهي. نستحقوا بولي بصل، الكريم فريش ناتيلي ايبيس. معناها كي اللي تبدا خاطره نقولوا احنا. فوالا. باهي قليوا البصل نتاعنا. بالله المنيو هذا اخترتوه سبيسيالمون خاطر عرفتوا اللي انا جاي. قالوا لي صفية صفطة يموت على الحاجة صوص بلونش ويحب الحاجات هذيا. هذا اختصاص. انت هذا اختصاصك؟ هذا هو اختصاص. هيا بي حاتينا هوني البصل اللي يتقلى في الزيت عليهم شوية. اوف هذيا ضربة شيفين هذيا. عليهم ليسكالوب. فوالا. اي. حط لها شوية هكا. تخيل ما نعرفش نعملها. هيا وريني. لا ما هيش ضربة شيفين. اي بدات ما شاء الله. كيفاش تقول لي ما تعاونش المراه؟ قاعد يغش فيك طلع يعرف ما يحبش يوري. عرفتك اللي فما عبيد ديما كلمة لا ما تجيبها بلا. عرفتك اللي ديما ما نعرفش. والله ما والله كيستيون تاع وقت والله. معناتها امرا البنا انك تدخل الكوجينة والله فيها بليزير والله. هاي هانا نعملين عليك اليوم. باهي شايف شنو باش نعملوا اخر توا؟ هذا سفيان حبيت نفرح به قبل ما نحطوا اللوندور انزل على الجبن باش نحطوا الكريم فريش نتاعنا. كريم فريش بيان سور من عند ناتيلي كيما قاعدين نشوفوا. لا ما نسيتوش الكاس. حاطين بو كامل نتاع كريم فريش. وي. باهي نحطوا الكريم فريش.
ايباس بيان سور. الكريم فريش نتاع ناتيلي ديجا هي تبدا فاوحه فيها اللي يقول كل ومعناتها نتاع توسكي المواد الدسمه اللي تشخشخ المقارونه تفهم فيا. ومع ذاك باش يزيدوها انزل عجبان لوندور اللي هو مشيخنا ديما باللي قام نتاعو لي برودوي. على نارها هذايا. اوه هيلا. الواحد صايم وشيف قاعد. بربي يجي يعمل انت خليه يجي جهوني 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 مش انت مش انت جا سفيان. هاي وريني لا عاد هكا شد لي الحكا. طبعا بسم الله. ايه اللي هايكي معلم الناس خن الصوص نتاعنا هكا بريسك حاضره الناس خن غدا باش نحط المقارنه تتسمت بيان سور. المقارونه نتاعنا من عند ورده من غير ما نحكي لكم على ورده كبرنا بها وتربينا عليها والحاجه الباهيه في اللي باكي نتاع ورده اللي هما يحط لك الطون دو كويسون كيما قاعدين تشوفوا هوني شايف اختار بلومه البلومه 9 دقائق وتكون حاضره هكيكا امبوسيبل تكون المقرونه نتاعنا غاتي. حتى سامحني قداش قعدنا فيه تو تك تك ما شاء الله علينا حارك من با دميور يبداها لي شاقان فطرنا بريسك حاضر. انا تو مادام طابت المقرونه والصوص نتاعنا نخليكم في بوب وراجعين.